واحدة من أكبر التحديات لأي معلم لأي مدرب هو جذب انتباه الطلاب، صح؟ جذب انتباه الطلاب طول الوقت، ها مش لدقيقتين وبعدين انتهى الموضوع، ما بنفع ما بنفع. بدنا الطالب يكون منتبه طول الحصة. قديش مدة الحصة عندكم؟ 45 دقيقة، نصف ساعة، قديش؟ اكتبوا لي بس. 45، ممتاز ممتاز. طبعا نجذب الانتباه مش بس هيك، بدنا طريقة توصيل المعلومة عشان نخلق استيعاب سريع، ها مش نظل احنا في الموضوع نص ساعة عشان نفهم كلمتين، ما بنفع. لازم يكون الاستيعاب سريع وانطباع دائم، يعني يكون رسخت في ذهن الطالب بغض النظر عن العمر. طبعا راح اورجيكم فيديو لأطفال عمر السنتين ولمعلمين بيمارسوا هذا الشيء، تمام؟ سنتينها من الروضة يعني، ماشي؟ عشان نواجه هذا التحدي المعلم لازم يسوي الحصة كلها تفاعلية ومحبوبة للطلاب، صح ولا لا؟ يعني إذا كانت الحصة كلها تفاعلية، كلها مش خمس دقائق ولا عشر دقائق، كلها كل الموضوع يكون تفاعلي والطالب بغض النظر عن السن يحبه، فهيك احنا راح ننجز ان شاء الله كثير في كل مرحلة. هاي المنهجية بتركز على اربع زوايا او اربع امور. اولا جلب الانتباه، اثنين اشراك الدماغ، ثلاث تعليمات مباشرة وقصيرة، اربعة تعليم جماعي تعاوني. الاولى جلب الانتباه، هذه اول نقطة فيها. الثانية إشراك الدماغ، الثالثة تعليمات مباشرة وقصيرة، الرابعة التعلم التعاوني الجماعي، تمام؟ أعتقد الصورة واضحة. طبعا راح أشرح كل واحد. جلب الانتباه، طبعا صعب جدا على المعلم انه يدرس اذا ما لاحظ انه الطلاب كلهم منتبهين، صح؟ اكتبوا لي واحد. يعني اذا الطلاب ما كانوا منتبهين ومعطين اهتمامهم للمعلم ما راح يعرف يدرس، صعب عليه. وبالتالي الطالب اذا ما كان منتبه ما راح يستفيد، ما راح يركز، لازم يكون معطي الانتباه كله للحصة. لما سألتكم في البداية لما قلت شطار انتبهتوا لي، صح؟ بس هاي بدها حركة وإيماء ويجب أن تتكرر طول الحصة اللي هي 45 دقيقة. الطريقة اللي بنقولها أول مرة لازم نغيرها ثاني مرة، يعني المرة الأولى قلنا شطار، المرة الثانية بنقول شطار شطار شطار، هم لازم يردوا بنفس الإيش النغمة، نعم نعم نعم، فهمتوا علي؟ فهذه جلب الانتباه، ورح ناخذ المثال ان شاء الله او المثالين اللي راح ترسخ الامر في ذهنكم. هذه بالنسبه لجلب الانتباه. مهم جدا انه نشوف انه كلمه نعم وهاي مش بس الكلام، هي عباره عن كلمه انتباه كامل للمعلم، يتوقف الطالب على اللي بفعله اذا كان بيحكي مع زميله، اذا كان بيكتب، اذا كان بخربش، يترك هذا كله ويقول لك يا معلم انا جاهز، انا الان جاهز اني أستمع لك أو أستمع لك. إشراك الدماغ اللي هي النقطة الثانية، هاي إشي بنسميه إيش؟ مراية. شو بنعمل لما نقول مراية أو مرايا؟ زي ما بدك، مراية الكلمات بنقولها للصف والصف لازم يعيدها. خلينا نشوف مع بعض. لما نقول الجمل الأولى في الموضوع زي ما رح أشرح لك بعدين، لما نسمع كلمة مرايا أنتوا تردوا مرايا، فهمتوا علي؟ أرجو الانتباه والاهتمام التام. لما أقول مرايا ردوا علي كلكم مرايا مثل ما بعمل، يلا واحد اثنين ثلاث مرايا.
ايدين الثنتين الثنتين الثنتين. ولازم تلاحظوا ان الطلاب لازم يعملوا مثلكم، الايماء اللي بتصنعها انت وبتربطها في المعلومه ايا كان الايماءه. لما نقول ابطال لازم تقول لهم هيك، ابطال لازم تعمل هيك وهم يعملوها، تمام. لما نقول مرايا لازم انت او انت ترفع ايديك الثنتين هيك، الطلاب كانوا معطينك الاهتمام الكامل والانتباه الكامل، بنقول مرايا. شو بتعني التقليد؟ لما نقول مرايا معناها الطالب لازم يقلد المعلم. اذكر في المحاضره او اللقاء اللي حكيناه قبل هيك قلت ان المعلم يجب ان يكون اولا ممثل، صح؟ اذا بتذكروا رواء المديرة اسمها سحر، صح؟ إذا بتذكروا أنا قلت المعلم لازم يكون ممثل، لازم يكون ممثل. ما بنفع والله أنا خجلان بعدين شو يقولوا عني الطلاب بعدين مش عارف، بنفعش. المعلم لازم يعطي كل جهده بأي طريقة حتى يخلي الصف مرح. ليه؟ لأنه إذا توقف المرح توقف التعلم، بس فول ستوب. وثانيا لازم يكون زي المايسترو، منتبه للكل. المايسترو تبع الاوركسترا هذا بنشوفه بتهبل ماسك في ايده عصايه هيك، بنقول شو بيسوي هذا، بس منتبه لكل واحد والاوركسترا كلها منتبهه له. فهيك لازم يكون المعلم، تمام. فالتقليد كل موضوعه بنطرحه لازم يكون سمعي بصري ايمائي مع الجستشر، كل موضوع بهذا الأسلوب. أنا بضمن في نهاية كل معلومة أن الطلاب تكون رسخت في ذهنهم لفترة طويلة، على الأقل لنهاية السنة على أقل تقدير. تعليمات مباشرة وقصيرة، شو بنعني؟ يعني لما قديش الطالب المدة اللي بركز فيها على اللي بنحكيه، قديش الفترة؟ نص ساعة؟ يعني إذا بتظل تحكي مع الطالب نص ساعة بيظل مركز؟ ها، سبع دقائق. سحر بتقول سبع دقائق، لا، إحنا بدنا نقسم الدرس لدقيقة، يعني قصص أو معلومات قصيرة المدى، دقيقة كل معلومة، كل معلومة دقيقة. عشان هيك إذا بتذكري سحر وبتذكري رواء، أنا قلت اللي بده يشارك في هاي المحاضرة لازم يكون إنسان عنده استعداد يتعب زيادة لمصلحة الطلاب، مش أي واحد. يعني أنا بدي أقعد أحضر وأقعد مش عارف، هيك المفروض. إذا بدنا شيء أفضل وبدنا مدرستنا تتميز وبدنا طلابنا يتميزوا لازم نتعب. تعليمات مباشرة وقصيرة، إنه نقسم المعلومات لمواضيع تشرح في دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين بالكثير. في الدقيقتين هذول هذه جارنتي، يعني ضمان 100% الطالب معطيكي أو معطيك فل اهتمامه، جل اهتمامه أو اهتمامه، طالب أو طالبة، تمام؟ واضح لغاية الآن؟ إذا واضح اكتبوا لي واحد. تمام. التعلم التعاوني، احنا بنعرف ان الطلاب في الصف كل واحد جنبه جاره، صح؟ كل واحد جنبه جاره. مرات بتكونوا قاعدين على الارض الطلاب، مرات بيكونوا قاعدين على الكراسي مع بعض، يعني كل واحد عنده، اشكرك نبيلة، كل واحد عنده ايش؟ جاره. الان لما نقول تعلم جماعي يتحول كل طالب إلى معلم، ها؟ نعم، كل طالب يتعلم إلى معلم، وطبعا المثال راح يوضح كل شيء. كل طالب، نعم. الآن لما نقول إحنا لهم، طبعا لما يصل ال دور التمرين اللي راح نعمله راح تكون الصورة وضحت 100%. شو أقصد لما يكون الطالب معلم؟ تمام. الآن طلبنا في بداية المحاضرة تحضير الأولاد معنا، يعني اللي عنده ولد أو بنت يقعدوا جنبه وخلينا نشوف الولد. الآن بدي معلم، هل معي معلم علوم عامة؟ علوم عامة
بدي واحد متبرع بس. رانيا، العلوم العامة بدي إياها تتبرع وتدرس الطلاب اللي موجودين معنا. رانيا، تمام تمام رانيا موجودة، ممتاز. بدي رانيا تتبرع، أسمح لها المايك والكاميرا، ورجاء اللي جهزوا أولادهم يعطوني إشارة عشان أشوف عددهم، وبدي أشوف الأولاد. الأستاذة رانيا ارفع إيدك، raise your hand يعني. مش شايف رانيا وين؟ تمام تمام، خذي وقتك يا رانيا، ما في مشكلة، ارفع ايدك عشان اعطيكي المايك وتفتح الكاميرا. مين اللي جهز الأولاد؟ بدي على الأقل هاي، مين اللي معي هون؟ هناء، هناء معها. يا ريت تغيري اتجاه الكاميرا لأنه وراك يضوء فمش واضحة الصورة. اللي عنده طفل يا ريت يحطه أمامنا على الكاميرا، اللي ما عنده طفل يا ريت يطلع من الكاميرا أو يسكر الكاميرا عشان يتفرج على اللي بيصير. صف الأول، طلاب الصف الأول اللي تأخر عن المحاضرة رفعتت عليه الأسئلة اللي سألناها. اللي عنده الطفل يظل فاتح الكاميرا عشان أشوف الطفل أنا. ممتاز ممتاز، معاي هناء، بس هناء. رانيا أنا سمحت لك إنك تفتح المايك، ما عندي إلا طالب واحد، الطالب يكون في الصف الأول. صوتي ما زال واضح ولا راح الصوت ولا كيف؟ طيب رانيا إذا سامعتني خذ المايك تفضلي. رانيا لو سمحتي خذ المايك. طيب رانيا أنا شايف صورتك بس ما عندك صوت، افتح المايك. فتحت المايك مفتوح. الآن سمعت الصوت. لا مش مفتوح، مش مبين مفتوح عندي. شوية أشوف. أنا سامع صوتك بس مش مبين مفتوح عندي، إذا بتقدر تتكلمي. هناء ارفع إيدك هناء عشان بنتك تسمع وتقدر تجاوب. ارفع يدك عشان اشوف انت وين. طيب هاي سمحت لك بالمايك يا هنا، ان شاء الله ما ناخذ وقت كثير يعني. تفضلي يا رانيا اشرحي للطفلة هنا الحواس الخمس. تفضلي يا هنا. أنا راح أسكر لحظة عشان أشوف الطفلة. موجودة على الشاشة. أنا مش شايفة الطفلة قدامي. صباح. بدي أتفاعل كأنه حصة. نعم تمام. شو اسم الطفلة؟ زي ما بدي. فردياً. شو اسمك؟ عمو شو اسمك؟ نردين. إيش؟ نردين. نردين، ممتاز. أنا راح أسكر الكاميرا عندي. نردين. بالصوت. وانت درسي الحواس الخمسة لنردين. يلا تفضلي. صباح الخير يا حلوين، كيف حالك يا نردين اليوم؟ اليوم درسنا عن بعد عن الحواس الخمس. طيب عندنا بدنا نتعرف على الحواس الخمس اللي ربنا خلقنا اياها وخلانا نقدر
نتفاعل فيها مع الحياة اللي قدامنا. ماما يا نردين جابت لك كوب فيه مية وكوب فيه عصير ليمون وغمضنا عينك، كيف رح تعرفي كوب المية من كوب عصير الليمون؟ يلا أشوف. وإحنا مغمضين عينيك كيف ما نعرف كوب المية من العصير؟ دكتة شربتا دكتي. برافو. بشو دكتي يا نردين؟ بشو دكتي؟ بلساننا دبناه صح؟ بلساني. برافو عليك، برافو. بلسان ذقنا العصير، عرفنا انه عصير وعرفنا كاسة المية من العصير. هذه الحاسة شو بنسميها يا نردين؟ حاسة التذوق. عيدي معي، حاسة شو؟ التذوق. التذوق. برافو برافو. طيب احنا كل يوم بنصلي في اليوم كم صلاة؟ خمسة. بتصلي يا نردين خمس صلوات. طب كيف بنعرف انه موعد الصلاة جاء عنا؟ كيف بنعرف موعد الصلاة جاء؟ بنسمع الأذان. ايوه بنسمع الأذان. طب بشو سمعنا الأذان؟ بشو عرفنا الأذان أذن؟ بايش سمعنا؟ في الأذن. برافو، بالأذن. هل بنفع نسمع بحاجة تانية؟ لا، لا. بالأذن. كم أذن إلنا يا نردين؟ كم أذن؟ كم أذن إلنا؟ تنتين واثنين. تنتين. برافو. هذه الحاسة شو بنسميها اللي بنسمع فيها أذان ربنا وبنسمع فيها القرآن؟ حاسة السمع. حاسة استمع. طيب استمع. برافو عليك. مين جالس جنبك يا نردين؟ مين جالس جنبك؟ ماما. مين قاعد جنبك؟ ماما. ماما. طب كيف عرفتي إنها ماما؟ يمكن بابا اللي قاعد ولا أخوكي؟ لا، بابا مالوش شعر وماما لها شعر. انت شو شفتيها طيب؟ كيف عرفتي؟ شفتها. شفتيها بايش يا نردين؟ بعينيك صح؟ بشو شفتيها؟ بعيني. صح، بعينينا. طيب هاي الحاسة اللي شفنا فيها بنسميها حاسة شو يا نردين؟ البصر. حاسة البصر. برافو. هذه حاسة البصر ربنا خلنا قلنا عينتين زي عينيك الحلوات، بنشوف فيهم الدنيا، بنشوف فيهم ماما وبابا، بنتعلم فيهم أشياء كتير. طيب ماما في يوم من الأيام جابت لك شالة وجابت لك بلوزة، أنا بدي أغمض عينيكي. غمضي عينيكي يا نردين، هلقيت؟ تخيلي معي، غمضي عينيكي، أشوفك غمضي عينيكي. يلا أنا بدي أعطيكي بإيدك هذه شالة زي الشالة اللي بنعرفها، وأحط كمان بلوزة صوف، وأنت مغمضة عنك كيف راح تعرف إنه هذه شالة حرير وهذه بلوزة صوف؟ بعيشها. كيف يا نردين؟ مستامعة. كيف عرفتي؟ بلمسها. بلمسها. برافو، يعني حسيناها. هل إحنا أنت عينك مغمضة ما كنت عارفة؟ طيب رحت مسكتي بإيش؟ بإيديك صح؟ لمستيها بإيديك عرفتي. هذه الحاسة بنسميها حاسة اللمس. حاسة شو؟ اللمس. حاسة اللمس بفرق فيها بملمس الأشياء. بدي عرفنا عنا حاسة السمع، حاسة البصر، واللمس، والتذوق. دخلنا. هل جيت الصبح ماما إيش بتعمل يوم الجمعة؟ تطبخ صح؟ أول ما نروح من المدرسة بنقول لماما شمين ريحة كتير حلوة، شو طبخة؟ مرات بعرف الطبخة لأني بإيش شميتها؟ بإيش شميتها يا نردين؟ بالأنف. بالأنف. يبقى بأنفي أنا بشم الروائح الحلوة، بعرف شو ماما طبخة اليوم صح؟ لو جبت لك ريحة عطر كيف راح تعرف ريحتي حلوة من وين؟ من أنف. أنفي. يبقى بأنفي بشم الروائح الحلوة وبشم كمان ريحة ماما الحلوة اللي بحبها كتير. طيب يا نردين هذه الحاسة بنسميها حاسة الشم. حاسة
الشهر. طب عدي لي يا نردين كل الحواس اللي تعلمناها، نرفع خمسة ايدنا ونشوف الحواس اللي تعلمناها كم حاسة. يلا نعد. يلا نعد. ايوه ايش؟ واحد، حاسة حاسة شو اول شيء؟ البصر. ايوه اشريلي اشريلي وين بتحكي حاسة البصر؟ وين اشرع الحاسة اللي بتحكيها؟ يلا ايوه بعدها ايش؟ حاسة البصر. يلا الاذن. الاذن. السمع. لا تغششيها، لا تغششيها يا هناء. هناء لا تساعديها اطلاقا اطلاقا ولا بحرف. يلا حاسة السمع. بعدين حاسة شو اخذنا هنا؟ أتذوق. يا عيني برافو جدع. يلا كمل. يلا طب وبالإيد لما حسينا الصوت حسيت إيش؟ اللمس. يا عيني تحية كبيرة إلي. يلا ضايلة كمان حاسة الأنف. شو شمينا الوردة؟ الشم. الشم. طب نعيد مع بعض الحواس الخمس: حاسة البصر، حاسة الشم، حاسة التذوق، والسمع، واللمس. طبعا يا حبيبتي يا نردين بنشكر ربنا كتير كتير انه خلق لنا الحواس الخمس، ونسمع مع بعض ونشوف الأنشودة اللي بتحكي عن الحواس الخمس. يكفي يكفي يا أختي يكفي، بارك الله فيك وأشكرك. شايف برضو الأستاذة نبيلة حبيب معها طفل بالصف الأول ولا كيف؟ ارفعي ايدك إذا بالصف الأول. نبيلة حبيب بالصف الأول ارفع ايدك. أستاذة نبيلة إذا ابنك في الصف الأول ارفعي لي ايدك لو سمحتي، هيك أشوف ايدك. طبعا أشكرك جدا أستاذة رانيا، أشكرك جدا. كم أخذت وقت الأستاذة رانيا حتى تحفظ ناردين الحواس الخمس؟ كم أخذت وقت تقريبا؟ يلا اكتبوا لي أشوف. خمس دقائق أو أكثر، ما حسبتش يعني، نسيت أحسب يعني. تمام، اللي حسب لها ممتاز، أشكركم. طيب خلينا إحنا المشاركين، طبعا اللي عندها ابنها خليه موجود، بس يا ريت تتخلي الصورة عليك أنت كمشاركة يعني، لأنه بدنا نعمل تمرين مع بعض المشاركين مش الأطفال. في مسج ما بعرف منين، عبد الله العجوري يقول أخذ 8 دقائق، وهذا صحيح يعني، هذا تقريبا الوقت اللي أخذته 8 دقائق. اللي بيفصل، جتني مسج، اللي بيفصل وبيطلع يرجع مرة ثانية، عندي أنا إشي بورجيني اسمه ميتينج روم فبدخله أو بدخلها مرة ثانية. المشاركين معي بالكاميرات أرجو الانتباه، راح نعمل التمرين من بدايته لنهايته. طبعا زي ما ذكرت ممكن الحصة هاي أو المحاضرة هاي تأخذ أكثر من ساعة، بس أهم شيء عندي مش الوقت وقديش راح تأخذ، المهم أنه الكل يفهم ويستوعب. نتفق؟ اكتبوا لي واحد. ممتاز ممتاز. ما ننسى اللي حكيناه بالأول راح نعيده مرة ثانية. لما أقول أنا يا طلاب أو يا شطار، المشاركين معي بدهم يستجيبوا حسب إيماءاتي وطريقتي في اللفظ، الإيماءات اللي بعملها وطريقتي في اللفظ. زي ما قلنا في بداية المحاضرة لو قلت يا شطار كيف بتجاوبوا؟ نعم، الإيدين بدي أشوفها والعينين بتركز علي. إذا شفت واحد ما بيطبقش راح أظل عيد. واضح؟ أنا معي هون 8 أشخاص. تمام؟ راح ناخذ مثال عملي على شيء معين اللي هي قوانين الحصة عندي. يعني لما نكون في دورة أنا في عندي قوانين،
يجب أن تتبع بغض النظر عن العمر. طلاب في المرحلة الإعدادية، طلاب في المرحلة الثانوية، رؤساء شركات، في قوانين لمحاضرتي يجب أن تطبق، خاصة في الوجاهي، خاصة في التعليم الوجاهي. خليه بصف ثاني، أوكي خليه بصف ثاني مش مشكلة، خليه صف ثاني مش مشكلة، بدنا نجرب التجربة. بس الآن التركيز صورتك أنت مش صورة الطفل، بدي أشوف تجاوب. ويا ريت ترفع الكاميرا شوية لفوق عشان معتمة، يعني مش شايف، بدي أشوف الإيدين وأشوف حركات الوجه والأمور هاي. يلا نبدأ التمرين. في ناس جاية متأخرة ساعة وبتبعث لي على الواتساب، أرجو تقبلني ساعة كاملة. إحنا إنا من فتحت الغرفة 56 دقيقة. يلا الآن نبدأ التمرين. بقول يا شطار بتردوا علي بالطريقة اللي أنا بحكيها، مع ضم الإيدين وإعطائي انتباه هام. وما تنسوا إحنا قلنا لازم يكون في variant، يعني اختلاف في طريقة اللفظ، نغمة الصوت، وحتى الإشارات. بس الأهم شيء إنه أول مرة الطفل لازم يسكر إيديه ويتطلع علي. وين أنا بكون؟ كنت في الزاوية هاي يتطلع على الزاوية هاي، الكل كنت في الزاوية هاي يتطلع على الزاوية هاي، كنت وراي يتطلع وراه هيك. أوكي شطار؟ نعم لازم شطار؟ نعم أوكي شطار. ممتاز ممتاز، لغاية الآن إحنا ممتاز. أشكركم ولك بالمثل. نعيد من الأول، نعيد من الأول. شطار شطار شطار. أشكركم ولك بالمثل. الآن أنا راح أقولكم نبدأ وما راح أحكي، لازم تعدوا لي اللي قلته، اللي هو شطار تردوا علي، أشكركم وتردوا علي، تمام؟ من غير ما أتكلم، أنا ما راح أتكلم بس بدي أشوف الإيماءات وطريقة ردكم. نبدأ. شطار شطار شطار. أشكركم. مرايا مرايا، لازم تردوا علي أو يرد الطلاب. مرايا ممتاز، نعيد من الأول. شطار أشكركم ولك بالمثل. مرايا ممتاز، واضح لغاية الآن؟ مستمتعين ولا خلاص نوقف؟ تجي لي رواد تقول لي بدي أروح أطبخ، تجيني الأستاذة نبيلة تقول لي دشرت الرز على النار، ما بنفعش. والله وعدت أولادي اليوم أطبخ لهم مقلوبة، ما بزبطش، ما بنفع. عشان نتعلم بدنا تركيز ومتابعة ومشاركة. ليه؟ لأنه لما إحنا كم واحد منكم هون بيعرف يسوق بسكليت، دراجة هوائية، كم واحد؟ يكتب لي واحد. يلا شوف لما تعلمنا الدراجة الهوائية كيف نسوقها، ما كنت أقول البسكليت هذا عبارة عن عجلتين وإله ستيرينج اللي هو هذا المقود وإله كرسي وإله مش عارف إيش والعجل فيه أسلاك. ما هيك نتعلم إحنا ولا نركن على ظهر البسكليت وبالنادي أولاد عمنا وأولاد الحارة امسك وراي ولا بس بقع وهسه مش عارف إيه ولا امسك ولا صحيح مش هيك، وبنقع مرة واثنين وثلاث. بس بنتعلم ركوب الدراجة بالممارسة، صح؟
ما مارسنا ما بنفع، ننسى بنروح. حتى لو كنت تحكي كذا لغة، حتى لو كنت تحكي كذا لغة، إذا ما مارست اللغة بتنساها بتروح. يعني في بداية قبل ما أنزل على الأردن السنة اللي فاتت نص كلامي كان إنجليزي، لأني متعود على الإنجليزي، إنجليزي إنجليزي أو ماليزي أو أو أو، وما مارستش اللغة العربية كثير يعني. فكنت لازم أقعد أدور شو معناها، شو اسم الهاي، شو ننسى. إذا ما بنمارس بننسى. طيب نكمل. قلنا مرايا، قلنا مرايا. بعد كلمة مرايا أنا راح أقول علم جارك، علم جارك. بس نسمع كلمة علم جارك شو بنقول؟ أوكي، ثلاث سحجات معي. لما نسمع كلمة مرايا بنرفع إيدينا، لما نسمع كلمة علم جارك بدي ثلاث سحجات، نقول أوكي. أوراي، نعيد من الأول، نعيد من الأول. شطر شطر. نعم أشكركم. ولك بالمثل. أو ولك بالمثل، أو ولك بالمثل حسب الإيماء اللي بتختاروها، لأنه هاي راح تلزق وراح نستخدمها كل مرة. مرايا، علم جارك. اوكي، ممتاز لغاية الآن. طيب شو تعلم جارك؟ احنا بنقول ده اوكي وسقفنا ومستنين شو نعلم جارنا. الآن يبدأ تعليم اللي انت بدك تعلمه في هذاك الدرس، علوم، رياضيات، انجليزي، شو ما كان. بس لازم حضرتك او حضرتك تكونوا محضرين في اليوم اللي قبله، تمام؟ محضرين شو راح نعلم، اللي هي اللسن بلان، شو راح ندرس اليوم، وشو وكيف أعلمها، والإيماءات، يعني تكون محضرة جاهزة، تمام. قلنا علم جارك، شو نعلم جارك؟ خلينا نأخذ مع بعض قوانين الحصة الخامسة بالنسبة لي، تمام؟ تمام. قلنا لغاية مرايا، وبعدين علم جارك، وبعدين تجي الاستجابة أوكي وثلاث سحجات. أنا الآن المعلم للناس اللي معي بالكاميرات. القانون الأول، اتبع التعليمات بسرعة. قانون حصتي الأول، اتبع التعليمات بسرعة، اتبع التعليمات بسرعة. كيف نسويها؟ أنا ما قلت اتبع التعليمات بسرعة، ما بزبطش. اتبع التعليمات بسرعة، ماشي؟ هذا القانون الأول. الآن بنعيد من الأول. شطار، نعم، ما ننسهاش هاي، ما ننسهاش، بدها تدريب هاي. شطار، نعم أشكركم، ولك بالمثل، علم جارك، أوكي. قانون الأول، اتبع التعليمات بسرعة. واضحة؟ لما عدنا هاي بنروح للقانون الثاني. القانون الثاني، ارفع ايدك عشان اسمح لك تتكلم. يلا شوف القانون الثاني، ارفع ايدك عشان اسمح لك تتكلم. يلا احكيها، لازم اشوفك بتحكي. ارفع ايدك عشان اسمح لك تتكلم. بنعيد، يلا. لما أقول علم جارك بتعيد لي القانون الأول والثاني. أنا بعطي إيماءات بس عشان أذكرك، بس ما بحكي، أوكي؟ علم جارك، أوكي.
قانون الأول. قانون الثاني. تمام. القانون الثالث. ارفع ايدك عشان اسمح لك تتنقل. ارفع ايدك عشان اسمح لك تتنقل. او هيك يعني، بس الطلاب لازم يشوفوا الايماءة. نعيد لما اقول علم جارك، اوكي، ثلاث سحجات، وبتقول لي القانون الاول والثاني والثالث. تمام؟ علم جارك. اوكي. قانون الاول. اتبع التعليمات بسرعة. قانون الثاني. ارفع ايدك حتى اسمح لك تتكلم. قانون الثالث. ارفع ايدك حتى اسمح لك تتنقل. ممتاز. القانون الرابع. اختر خيارات ذكية. وبعد هيك بتحط لك كلمة او كلمتين، بتقول مثلا اختر خيارات ذكية. دائما اختر خيارات ذكية، مثلا بنقول ابداع وتميز. اختر خيارات ذكية، ابداع وتميز. هيك. خلينا نعيد القانون الرابع. القانون الرابع، اختر خيارات ذكية، ابداع وتميز. ممتاز. نعيد القوانين الأربعة. شطار. نعم. علم جارك. اوكي. قانون الأول، اتبع التعليمات بسرعة. قانون الثاني، ارفع ايدك عشان اسمح لك تتكلم. قانون الثالث، ارفع ايدك عشان اسمح لك تتنقل. قانون الرابع، اختار خيارات ذكية، ابداع وتميز. الآن القانون الخامس ممكن تغير فيه زي ما بدك. خلينا دائما متميزين، خلينا نكون أبطال، خلي فريقنا يكون أبطال، زي ما بدك تقدر تغيروا فيها زي ما بدك. وطبعا هاي تنطبق على أي موضوع، ممكن تغير فيها زي ما بدك حسب ابتكارك وإبداعك أو إبداعك. قانون الخامس، خلينا دائما متميزين وفريقنا الأقوى. خامس، خلينا دائما متميزين وفريقنا الأقوى. نعيد الخامس، يلا. قانون الخامس، خلينا دائما متميزين وفريقنا الأقوى. يلا نعيد الخمسة مع بعض. طبعا هذا يبدأ بس في بداية الحصة، وعشان هيك أخذ وقت أطول، ولما يتعلموها الأولاد ما فين داعي نكررها بعدين. لما واحد من الطلاب يقول أستاذ أو أستاذة ممكن أروح الحمام، جلكم الله، بيكون ساعتها عرف أنه ما في داعي يقول هذا الكلام إلا لما يرفع إيده ويعمل هيك، فالمعلم ساعتها بيسأله وين بده يروح وكذا، وخاصة الأطفال يعني. القانون الخامس، خلينا دائما متميزين وأبطال. نعيد الخمسة، شطار. علم جارك. اوكي. قانون الاول. قانون الثاني. قانون الثالث. قانون الرابع. قانون الخامس.
في قانون، طبعا انا بستنى شوي ليش، لانه في ناس عندهم الفيديو متاخر يعني. في القانون الذهبي بعد ما نعمل هذا كله بنقول للطلاب كلهم يقولوا خلينا مركزين على الهدف، خلينا مركزين على الهدف. شو الهدف؟ اللي هو شو نتعلم اليوم. واضح؟ سؤالي، هل ستساعدكم هذه الطريقة على أن الطلاب يفهموا أسرع وأفضل؟ بدي أشوف تشجيع على التكست، بدي أشوف تشجيع، بدي أشوف. إذا ما فيش تشجيع أنا ترى بحرد بسرعة يعني، إذا بحرد مشكلة، ما رح أرجع، ما أسكر الغرفة وبروح، ما بديش، ما مش شايف حدا يشجع، ما مش شايف، ما مش شايف، مش شايف. أنا حردت وحردي أنا يعني مشكلة. الأطفال اللي شاركوا قبل شوي، أعتقد عند نبيلة وعند هناء، جيبوا لي هذول الطفلين. أو قبل هيك خلينا نتفرج على شوية فيديو وقلنا أنها تصلح، هاي الطريقة تصلح لكل الأعمار. خلينا نشوف كم فيديو، أعملكم مشاركة وإن شاء الله تتفرجوا عليه. خلينا نشوف كم فيديو. قلنا بدنا نعطي مثالين، طفلة أظن عمرها سنتين أو ثلاث ما بدري، وجموع تقريبا 1000 معلم، 1000 معلم حاضرين لهذه الدورة. نشوف كيف هاي يعني الطفلة راح تشرح القوانين الخمسة للحصة، لكن بالإنجليزي، معلش اعذروني، دورت ما في عربي، ما أعتقد أنه في عربي. خلينا نعمل مشاركة للشاشة، شير سكرين. ظهرت الشريحة؟ إذا ظهرت الشريحة اعطوني واحد. وين الشات راح؟ شات، أيوه هاي. ممتاز ممتاز ممتاز. Rule number one, follow directions quickly. Rule number two, raise your hand for permission to speak. Rule number three, raise your hand for permission to leave your seat. Ah, I'm okay. Rule number four, make smart choices. Rule number five, make our dear team stronger. Diamond rule, keep your eyes on the target. Thank you. لحظة بس، خليني أوقف الشير وأطلع من هذا المود وبنرجع إن شاء الله نكمل. لسه معي ولا رحتوا؟ لسه معي ولا رحتوا؟ ممتاز. قلنا تصلح لجميع الأعمار، وشفنا إحنا يعني 1000 معلم ومعلمة كانوا بردوا على انستراكتر واحد والكل مع بعض. هذا فن، طرق جلب الانتباه، طرق كذا طرق كذا. ففكرت أنا أنه نصكم راح يكمل طبخة المقلوبة ولا ملوخية، ليالكم عندكم ملوخية، أنا ما عنديش ملوخية. واللي بيطبخ لي مش عارف مسخن مسخن. طيب نشوف الطلاب الاثنين، الطفلين ناردين وابن الأستاذة نبيلة.
ركزوا الكاميرا تكون معهم. إذا كان الطلاب عندكم صف أول خليهم يطلع على الكاميرا. سحر عندك، سحر إبراهيم عندك طفلة برضو، الكاميرا تكون عليها لوحدها. طبعا التعب مش مشكلة، سارة صف ثاني أوكي مش مشكلة، التعب راح يكون في البداية بس يتعود الطلاب وإنت على هذا الموضوع بيصير سهل، بيصير الدوام والحصص من بداية السنة لنهايتها لعب ومرح وفن وتعلم وانطباع دائم بإذن الله. إنجي محمد أشكرك، ممتاز. الآن اللي بركزوا معي هم الثلاث أطفال اللي موجودين، ناردين وسارة أعتقد، واسم ابنك يا نبيلة شو؟ جودي. تمام. الابن وين مش شايفه؟ أستاذة نبيلة خلي الصورة على الطفل فقط. مازن ماشي، مازن أهلين يا مازن، الصورة على الطفل فقط عشان أشوف. طيب حبايبي يا شطار، لما أقول شطار شو بتساووا أنتوا؟ بتردوا علي نعم، ضم إيديكوا الثنتين وبتطلعوا علي ماشي؟ إذا ماشي، إذا أوكي قولوا لي أوكي. سحر إبراهيم أرجو الصورة تكون على الطفل فقط. حبايبي يا شطار الأطفال، إذا سامعيني وفهمانين علي اعملوا لي هيك. تمام. لما أقول يا شطار بتقولوا لي نعم وبتضموا إيديك التنتين هيك وبتردوا علي نعم بالطريقة اللي أنا بقولها. لو أنا قلت يا شطار كيف بتردوا؟ نعم. تمام. ناردين أرجو المشاركة، يلا شطار نعم. ناردين بتتبسم، عجبك الموضوع؟ قرب الكاميرا بالله، الله يخليك يا هناء، قرب الكاميرا شوي. لما أقول يا شطار نعم بنفس الأسلوب اللي أنا بقوله. طيب لو أقول شطار شطار شو بتقولوا؟ نعم نعم. أستاذة نبيلة يا ريت توقفي تحريك الفيديو الكاميرا، الله يخليكي حطيها في مكان بس خليها ثابتة. يعني لما أقول شطار بتردوا علي تقولوا نعم وإيديكوا أمامكم بنفس الأسلوب. بعد ما أقول شطار وتردوا علي نعم راح أقول أشكركم، وإنتوا تردوا علي ولك بالمثل، لازم أشوف إيديكم بتشتغل. تمام. لما أقول أشكركم بتردوا علي وبتقولوا ولك بالمثل ماشي؟ إذا ماشي اكتبوا لي، أعطوني إشارة هيك. تمام. شطر 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 نعم نعم نعم. أشكركم ولك بالمثل. ممتاز. لما أقولكم عن موضوع الحصة أو موضوع اللي راح أشرحه إلكم بتقولوا لي أوكي واو واو أوكي. بعد ما أقولكم موضوع اللي راح أشرحه اليوم بتقولوا لي أوكي واو واو. تمام. شطار نعم أشكركم
ولك بالمثل. اليوم راح نتكلم عن الحواس الخمس. اوكي او اوكي واو واو واو. يلا اليوم راح نتعلم عن الحواس الخمس. اوكي واو واو واو. الان الاطفال اذا مستمتعين بالطريقه هاي اعطوني هيك، بدي اثنين ثم اب هيك هيك هيك. مستمتعين ولا لا؟ طب وين الابتسامه اذا مستمتعين؟ وين الابتسامه؟ لا وين وين الابتسامه؟ ممتاز. خلينا نبدا بالحواس الخمس. لما اقول لكم علم جارك بتقول اوكي وثلاث سحجات، ماشي؟ نعيد. اليوم راح نتعلم عن الحواس الخمس. اوكي واو واو واو. واو واو واو. علم جارك. اوكي الحاسة الاولى البصر. علم جارك. الان لما اقول علم جارك لما يكونوا في الصف لازم يتطلعوا على بعض ويقول له الحاسة الاولى البصر. يلا الاطفال الثلاثة اللي معي، الحاسة الاولى البصر. تمام نعيد. اليوم راح نتعلم الحواس الخمس. اوكي واو واو واو. الحاسة الاولى البصر. يلا اشوف بدي اشوفكم معي. الحاسة الثانية السمع. السمع. نعيد نعيد. الحاسة الأولى. الحاسة الثانية. الحاسة الثالثة الشم. الحاسة الرابعة تذوق. الحاسة الخامسة اللمس. نعيد الخمسة مع بعض. لما أقول علم جارك بدك تذكر لي الخمسة بالتأشير. شطار. نعم راح نتعلم الحواس الخمس. أوكي أو أوكي وو وو وو. الحاسة الأولى. الحاسة الثانية. الحاسة الثالثة. الحاسة الرابعة. الحاسة الخامسة. ممتاز. الآن اعطيني المايك لناردين. انتهت الحصة. انتهت الحصة خلاص. المقطع الأول اللي هو دقيقة نعطي المايك لناردين. ناردين المايك. ناردين مع مع هناء. هناء ارفع يدك. هناء ممتاز اعطيتك المايك. خلي بنتك تتكلم معي، خليها تحكي، بنت اسمع الصوت. ايوه يا استاذ. تمام. ايوه استاذ. ممتاز ممتاز. هناء احنا اليوم تعلمنا شو؟ ما تغششيها. ما تغششيها، انت ما بتكونيش معها بالفصل صح؟ ما تغششيها، اتركيها انا وهي. يلا انتبهي معاها وابدا علينا لما نجاوبك. تمام. شو تعلمنا يا ناردين؟ الحواس الخمسة. نذكر نقدر نذكرهم انا وانت مع بعض بسرعة؟ اه. ممتاز. اذكري لي الحواس الخمسة في اقل من دقيقة. يلا واحد اثنين ثلاث. البصر، الاذن، الشم، اللسان، اللمس. اشكرك جدا. يلا نسفقلها كلنا.
أخذ وقت التعليم 3 دقائق وعندها استعداد تتذكر، اسأليها بكرة وبعده وبعد بعده عن الحواس 5 وراح تجاوبك بنفس الأسلوب وبنفس السرعة، صح ولا لا؟ صح. أشكرك عمو، أشكرك. الآن الابن شو اسمه اللي مع نبيلة؟ مازن؟ خلي يا أستاذة نبيلة، خلي ماشي ماشي يا إنجي ماشي، خلي ابنك لوحده على الكاميرا يا أستاذة نبيلة. أحكي معك هندي. شعرتني شكريتك أما لا تقرأ لمركرولي كاميراتو جوز تفهمي عليك. خلي ابنك لوحده على الكاميرا. ارفع ايدك بعدين يا 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 استاذه نبيله وعشان تاخذي المايك. طيب سحر، ساره، ساره، ساره ابراهيم عفوا، ارفع ايدك. طيب تفضلي يا استاذه، يا استاذه نبيله. أستاذة نبيل أنت سامع الصوت ولا لا؟ ماما وأنا معي المايك. سامعاك. طيب ابعدي عن التليفون، بدي أحكي معك. مش الولد مش عارف الجهاز خلاص. أه طيب قربي لي الصورة عليه الله يخليكي وأحكي معك أنا المرة الثانية يا إما بالهندي يا إما بالماليزي. خلي الولد لوحده. خلاص هيو هيك تمام. شاطرة ممتاز أشكرك. مرحبا عمو. مش مشكلة. مرحبا عمو. شو اسمك؟ شو اسمك عمو؟ مازن. اليوم راح نتعلم أو تعلمنا عن إيش؟ عن الحواس 5. طيب ممكن تذكر لي إياهم بأقل من دقيقة أشوف قديش شاطر أنت؟ يلا 1 2 3. الأولى ما في داعي، ما في الأولى مش مشكلة، بس قل لي وشاور، لازم تشغل بإيديك بس لأنك ماسك التليفون مش إشكال. اذكر لي إياهم يلا. حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة السمع، حاسة الشم، عشان حاسة التذوق، حاسة اللمس. أشكرك جدا، أشكرك، أنت ممتاز وشاطر وذكي، أشكرك جدا. الآن بدي سارة، سارة إبراهيم. طيب تفضلي. احكي الو. اهلا. طيب ممتاز ممتاز. ساره شو اسم بنتك؟ جودي. جودي ممتاز. جودي مرحبا عمو. احكي هلا. مرحبا. شو تعلمنا اليوم؟ الحواس 5. انت انا بدي اشوف قديش شاطره وبدي تذكري لي اياهم في اقل من نصف دقيقه. ماشي يلا 1 2 3. تكلمي تكلمي عمو، ما بصير ما بصير، تكلمي تكلمي. احكينا. حاسة البصر، السمع، حاسة الشم، التذوق، حاسة اللمس. أشكرك جدا عمو، شاطرة أقل من 20 ثانية، شاطرة جدا عمو، أهني أهلك فيكي. الآن نرجع أو نعود إلى المشاركين، خلي الأطفال، وأشكركم جدا على المشاركة، خلي الأطفال على جنب. نرجع للمشاركين، اللي عنده كاميرا بده يفتحها يفتحها. طبعا في نهاية الحصة في نهاية الحصة أنت كمعلم أو كمعلمة نقسم الصف كله إلى مجموعات خربطيطة يعني بدون اختيار، يلا نقول تقسموا 5 مجموعات
ونختبر اللي تعلموه في المادة ها، بغض النظر عن المادة، عربي، إنجليزي، جغرافيا، تاريخ، علوم، رياضيات، اللي هي، ونختبر اللي تعلموه بعمل تلخيص. هم خليهم، اتركهم لذكائهم، حدد معهم أسئلة معينة يجاوبوك عليها. الآن نأخذ أمثلة أو فيديو واحد فقط للي بنسميها إحنا جلب الانتباه، إنجليزي طبعا، إنجليزي معلش لأنه ما في عربي. وبعد ما ينتهي الفيديو إن شاء الله راح أخلي اللي طلبوا المايك يتحدثوا وبنشوف إن شاء الله وبنكمل. بس قبل هيك أنا زلمة طماع يعني، إذا ما فيش. طيب يا إنجي، قلنا خليك رافع إيدك لما يوصل كل بتصير شيء، بتصير خربطيطة يعني. يلا نشوف. أنا زلمة طماع، إذا ما فيش تشجيع وتعليقات بكملش محاضراتي أنا. بدي تشجيع وتعليقات، غير هيك انسوا الموضوع. أشكرك هالة، ممتاز. خلينا ناخذ فيديو واحد لطرق جلب الانتباه. ما هو برضه تكتبوا لي هون رائع ومش رائع، واقول لكم روحوا على القناه اشتركوا في قناه اليوتيوب وحطوا تعليقات، من 100 شخص يدخل لي 5 واثنين منهم يعلقوا بحرد. واذا طلبتوا مني محاضره مره ثانيه بتدلل بقول لا ما بديش. بصير ولا ما بصيرش؟ أشكركم جميعا. أرفق لكم القناة. بتعرفوش تكتبوا اسم الدكتور علي القاسم في جوجل؟ ما بتعرفوا تروحوا على جوجل وتكتبوا الدكتور علي القاسم؟ تعرفوش؟ صعبة؟ بدي ناس تدخل على اليوتيوب تحط اسمي بس عربي أو إنجليزي، بطلع لكم القناة تدخلوا، بطلع لكم الفيسبوك ادخلوا علقوا، ما بتاخذش منكم دقيقتين. مش يحضر عندي محاضرة 50 يدخل على القناة واحد يعلق نص واحد بزعل بحرد. نروح للفيديو الأخير. ظهر في إشي عندكم أبيض أظني، أو ظهرت هذه صح؟ ظهر صورة الجماعة اللي قبل شوي. خلينا نشوف وين الشات. تمام. Good morning, class. Good morning, Mr. Chester. Good morning, class. Good morning, class. Social studies. Pollen. Attack mode. Zippity doo dah. Zippity doo. My oh my. What a wonderful day. Mannequin challenge. What's up, class? What's up, Mr. Chester? What's up, class? What's up, Mr. Chester? I can make your hands clap. Class. Red Robin. Do 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 do. Lemonade. Okay, here's a new one. When I say ancient, you say Rome. Ancient. Rome. Ancient. Rome. Ancient. Attack
راحت الصورة على ما أعتقد. طيب الآن مين اللي بعث لي ورد هذول؟ مين اللي بعث لي ورد؟ طيب ممتاز، أشكركم أشكركم أشكركم. الآن بدي 3-4 معلمين من مدرسة صبحي أبو كرش يتبرعوا للتطبيق العملي بكرة الصبح في أول حصة. يلا وأستاذة رواء اكتبي لي أسماهم هذول، حتى إذا ما يعني إذا ما عملوا الواجب يعني بودي لهم بوكسات وشلاليت وكفوف من هون، ويعني بوديهم على طريق الواتساب. يعني ابعثوا لي أسماء 3-4 معلمات أو معلمين نبدأ بكرة الصبح على الأقل بقوانين الحصة على الأقل، أو نطلق عنان فكرك لابتكار شيء جديد، موضوع معين موضوع معين، وطبعا في جائزة لأفضل معلم أو معلمة. ماشي. الآن بدي أسمح أو أعطي المايك للي رافعين إيديهم، اللي عنده تعليق، اللي عنده مدح فيا، اللي عنده يعني اللي بده يتغزل فيا، يعني براحتكم يرفع إيده. عندي 2 رافعين إيديهم. عارف عارف، نستنى بس اللي بده يعلق، اللي بده يتكلم، اللي بده يبدي رأيه في الموضوع. طبعا هذه طريقة واحدة من عدة طرق لتفاعل الطلاب. أنا عندي بس إنجي اللي رافع إيدها، إنجي اللي رافع إيدها معك المايك، وهسه صار عندي نبيلة كمان. اللي بده يعلق، اللي بده أي شيء يتفضل. اتفضلي يا إنجي، المايك معك. مش سامع شيء. مرحبا، كيفك يا دكتور؟ هلا ميت مرحبا، الحمد لله. كيفكم انتم؟ ان شاء الله بخير. محاضرة رائعة جدا، والله بخير الحمد لله. يعني علم رائع كنا نستناه بكل شغف وبكل حب. أشكرك. وأنا من مناصرين الإيماءات وعلم الإيماءات والحركات ومدى استفادة الطلبة منه أكثر من التعليم بالتلقين وبالتكرار وبالإلقاء والمحاضرة. طبعا طبعا. وعندي إضافة بسيطة، إنه ممكن برضو الحواس الخمسة يتعلموها في خلال دقيقتين من خلال الأغنية: بطلع بعيني وبتسمع بيديني، شم الورد بأنفي بذوق الطعم بلساني، مع تفاعل الطلبة وكلنا مع بعض هيك، المعلمة مع الطلاب نفس الشيء. أكيد. مع تكرار الأغنية أكثر من مرة. أكيد. المهم تكون طرق مبتكرة. عشان هيك أنا قلت هذه طريقة من عدة طرق، لأنه موضوع زمان هذا تشوك أند توك، تشوك أند توك أنا بسميه تشوك أند توك، معناه المعلم يقف قدام الطلاب وإيده فيها الطبشورة ويكتب على اللوح، وأنت أنا بردد بكتب على اللوح أنتوا ردوا وراي، ما بنفعش. هذا انتهى الموضوع، انتهى زمان 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 يعني. فهاي إحدى الطرق، وأشكرك على المشاركة. تفضلي أستاذة نبيلة. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متشكرة كثير على هالمحاضرة، يعني رائعة جدا، يعني ماليش خاطر أسيب الجوال. بالنسبة للطريقة القوانين هذه، أنا يعني حبيتها كثير، ولأول مرة بسمعها، إني حبيتها لأنها في مصلحة الطالب. الطالب إذا بسمع هذه القوانين وبضل مركزة معاه، صدقني عمره مش رح يطلع عن الحصة نهائي ولا على الدرس نهائي، رح يضل مركز. فأنا بشكرك كتير. إحنا طبعاً الأغاني والأناشيد بنبتكر أغاني كتير، بس أنا اللي عجبتني القوانين اللي بتديها أنا للطالبة علشان تضلها مركزة طول الحصة معايا. ما تنسي، أنا بشكرك. أشكرك أشكرك كتير. ما تنسي أنه مش بس القوانين، الطفل الصغير روح لأمه يقول لها تعلمت الدرس، على طول حكى لها يا جاي تقول لها أنه درس اللي تعلمه. ابن مين هذا؟ أي طفل؟ أخويا اللي تو كان معاك مازن. ممتاز ممتاز. ما عشان هيك أنا بذكر، مش بس القوانين زي ما قلت، أي موضوع. أنا أخذت الحواس الخمس هذا كمثال. نقول الرياضيات 5+5 يساوي 10،
وممكن نعلمها عن الطريق الأغاني والجداول عن طريق الأغاني. كثير في أناشيد للتعليم الرياضي. عشان هيك يا أختي أنا قلت يعني أنا الفصلة العشرية أنا الفصلة العشرية حلوة بس إشائية، تكتبوني زي الواو تلفظوني زي المين. فاهم عليك يا أختي، عشان هيك أنا قلت يعني هذا أو هذه الطريقة إحدى الطرق. يعني لو بدينا الحصة مثلاً خمس دقائق، الله يخليك، لو بدينا الحصة خمس دقائق أو عشر دقائق من الحصة بالأسلوب هذا المعلومة بترسخ، بعد هيك بنشرح بأغنية أو بطريقة أخرى، أو يعني عشان هيك أنا قلت هاي طريقة واحدة. أنا الدورة هاي عندي ثمان ساعات فيها كيف نبدأ كل دورة، نعم دورة فيها ثمان ساعات، هاي كيف نبدأ، كيف نجلب الانتباه، كيف نشغل الدماغ طبعا سمعيا وبصريا وحسيا للاطفال، كيف نخلي الانطباع اطول، يعني المعلومه ما تروحش عن ذهن الطالب لسنه على الاقل، كيف التعلم الجماعي التعاوني. هاي دوره كامله ثمان ساعات مش محاضره ساعتين. كل هالدوره هذه ان شاء الله بعلن عنها في وقتها، لكن هذه دوره مش مجانا، يعني ما بقدرش كل شيء مجانا ما بقدر. اشكرك على مشاركتك يا اختي. تفضل اخي محمد امين. يا دكتور كثير كثير شكرا لك، اشكرك. الله يعطيك العافيه دكتور، كيف الحال؟ الله يعافيك. بشكرك جدا على وقتك اللي اعطيتنا اياه اليوم، خاصه يوم اجازه يوم الجمعه، يعني ما هيك خصص من وقتك عشان تعطينا شويه فائده. كمان بشكر الاشخاص القائمين اللي نسقوا لهذا اللقاء وطرفنا من عندنا من غزة من فلسطين أو من طرفك من الأردن، بالتركيز على نقاط لغة الجسد منجرف وراء لغة الجسد أو المزاحلة أو اللعب مع الأطفال بياخذ جزء كبير من الحصة، وممكن هذا اللي بخاف بعض المعلمين منه، أنه أحيانا التمثيل أو الضحك أو اللعب اللي هو جزء لازم يكون من التعليم البعيد عن التعليم الجاف ممكن يأخذ وقت كبير من الحصة بالقليل من الفائدة. عشان هيك بعض المعلمين منلاقيهم بيبعدوا عن الموضوع هذا أو بيكون له تخصيص وقت محدد، بس هو هذا الشيء الأفضل. لكن التركيز مهم جدا لطلاب المرحلة الأساسية، أنه ما يكونش الموضوع موضوع سبورة وطالب فقط. المعلم كما أنت قلت مش غلط يكون ممثل، مش غلط يكون مغني طبعا الى حد ما، لانه احيانا احنا زي ما قلت لك بنفقد السيطره، يعني الطلاب بيصيروا يبسطوا بكيفوا في الاجواء هذوي. وانا متاكد 100% انه الطريقه اللي حضرتك تفضلت فيها في النقاط وفي في في الالقاء بتجد صدى كبير عند الطلاب وبتترك فائده كبيره عند الطلاب. بس من طرفنا احنا او من على صعيد انا الشخصي بحاول اني ما يكونش في مدى بعيد في عمليه اللي هي اللعب، لانه احيانا ممكن تطغى او تسيطر على الحصه وبالتالي بتروح الوقت الفائده، لانه 45 دقيقه ممكن البعض يقول عنه وقت طويل، لكن 45 دقيقه بمعلومات ممكن تكون فتره قصيره جدا، يعني اذا كان المعلم بده يعطي حصه ذات معلومات. يعني تتكلم عن أي صف؟ عن أي صف بتتكلم؟ أنا معلم مرحلة أساسية صف ثالث ورابع. كنت تركيزي أنا في المرحلة هاي على الصف الأول، حسب ما فهمت من رواء أنا ومن مديرة المدرسة أنه الأكثرية أو الأغلبية بالصف الأول، فركزنا على هيك. لكن كلامك صحيح، ما بيصير الحصة كلها تكون لعب، يعني ما بنفع. فإحنا هاي طريقة نجلب انتباه، يكون عندنا ابتكارات كيف نوصل المعلومة للطالب حتى ترسخ في ذهنه بطريقة مرحة. إحنا ما بنقول كلها تكون لعب، لا، في فرق كبير من تعليم الطالب. مثلا أنا بأخذت المثال واحد الحواس الخمسة، زي ما تفضلت، يعني على السبورة مثلا لو قلنا كتبنا 1+1=2، 3+3=6، 5+6=10، 5+5=10. أفضل مني أكتبها أنا بعمل إيش؟ 1+1=2، ويعيدوا وراي. فأنا هيك شغلت الحواس، أكثر حواس العين، السمع، الحركة اللي هي الإيموشن، الجسترز، الإيماءات، وهلم جرى. فهذا أتركه أنا للمعلم، يعني كيف بده يكون مبتكر ومبدع.
أشكرك جدا على التعليق. تفضلي يا هبة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما إنه اليوم الجمعة وتوقيت مناسب بما إنه إجازة للجميع، فحبينا نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم القدوة، معلم البشرية. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ونحن نقول لك جزاك الله خيرا يا دكتور على هذه المعلومات القيمة في هذه المحاضرة الشيقة. الله يحفظك، الله يحفظك، أشكرك. إن شاء الله بعد ما أرفعها على الفيسبوك و